أما هلأ رح نروح لفقرتنا الاجتماعية، واليوم رح نحكي عن شيء بخص المراهقة. بشكل عام بفترة المراهقة بيصير الشباب أو الصبايا أكثر عرضة لكثير من المشاكل، ويمكن هاي الفترة بيكون الأهل كثير حريصين فيها على سلوك أبنائهم، وممكن يكونوا لأكثر عرضة للشعور بانعدام الثقة وعدم الأمان. هون السؤال سلمى بيقوم بهي المرحلة الحساسة، مرحلة المراهقة، نحن كيف نقدر ندعم طفلنا أو الشاب يلي هو حيصير فينا وهو بعمر المراهقة بطريقة صح، لحتى يكون واثق من نفسه وبنفس الوقت بعيد كل البعد عن الغرور. رح نحكي عن هذا الموضوع مع رند نضر، اختصاصية بالإرشاد النفسي. صباح الخير رند. صباح النور. كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. كيفك؟ الحمد لله. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش اليوم نحكي أكثر عن مصطلح الثقة بالنفس والثقة بالذات، وهذا المصطلح قديش ممكن تنميته عند المراهقين وإمتى بنبلش ننميه؟ تمام. هلأ بالبداية إذا بدنا نعرف شو هي الثقة بالنفس، الثقة بالنفس هي إيمان الإنسان بقدراته بإمكاناته بأهدافه حتى بالقرارات اللي بيتخذها، حتى إيمانه بنفسه وافتخاره فيها واحترامه لذاته رغم شو بيملكه من إيجابيات وسلبيات بشخصيته. هلأ الفكرة أنه نحن كتير مهم الثقة بالنفس ننميها عند المراهق من هو صغير، يعني من أول ما يبلش، حتى يعني من الطفل، هو حتى من الطفولة بتبلش هالقصة أنه نحن ننمي له ثقته بنفسه، بتنتهي طبعا بالمراهقة، لأنه نحن إذا المراهق كتير مهم يكون في عنده ثقة بنفسه، لأنه هي الدعامة الأساسية خلينا نقول لحتى أو المعيار أو عامل مهم من العوامل اللي بتأثر على نجاحه بالمستقبل وبالحياة أو فشله فيها طبعا. فمشان هيك نحن كثير مهم انه نحن نساعد المراهق حتى انه يكون في عنده ثقه بنفسه اكثر، طبعا من خلال اسلوب التعامل مع المراهق، تحميله المسؤوليه، طبعا كمان حتى انه مساعدته على اتخاذ قراراته، فهو كل مره بيتخذ قرارات صائبه مثلا بحياته وشيء بيتعلق فيه هو بتزداد ثقته بنفسه اكثر. وهلا ممكن نحكي اكثر بمواضيع يعني مفصله اكثر كيف ممكن الاهل يتعاملوا مع هالشيء. تمام. رند خلينا نحكي عن جميع الظروف يلي بتساهم بدعم المراهق وتقديمه، يمكن كل العوامل اللي بتؤدي لزيادة الثقة بالنفس، من وين بتبلش؟ من أي سن فينا نحن نعوده أنه هو إنسان واثق من نفسك، قادر أنك تقوم بكل المهام المطلوبة منك؟ تمام. هلأ إذا بدنا نحكي عن السن فهي من الطفولة، نحن وقت مندرب الطفل أنه هو يعتمد على نفسه، هون بتزداد ثقته بنفسه طبعا، واكثر هذا بيمتد طبعا للمراهقه. اما نحن اذا كنا الطفل ما انه معودينه ابدا انه يكون معتمد على نفسه ويجي بمرحله المراهقه ونعامله كشخص بالغ كبير، فهون بصير عندنا اشكالات كثير بالتعامل بين المراهق والاهل. فمشان هيك الجذور تبدا من الطفوله. هلا خلينا نحكي اذا العوامل، كيف شو هي العوامل اللي بتساهم انه على زياده ثقه المراهق بنفسه. هلا نحن في عندنا صراحه كثير عوامل بتؤدي اما لزياده هالثقه او ضعفها. هلا مثلا في عندنا نحن بدايه خلينا نحكي انه طبيعه مرحله المراهقه فيها تغيرات هرمونيه وجسديه كثير بتصير بمرحله المراهقه، هون بتاثر على الحاله المزاجيه والنفسيه. تمام عند المراهق. فهون هو التغيرات الجسديه اللي عم بتصير له بتاثر على فكره على حالته النفسيه، فممكن مثلا يكون شكله مو عاجبه، ولا سيما انه بيقارن نفسه باجياله باقرانه وحتى بالمشاهير اللي بيحبوهم، فهون كمان بتلاقي انه ثقته بنفسه ممكن تهتز. ممكن اذا كان هو مثلا جسده ساعده انه يكون جميل فانه هو ممكن اعتزازه اكثر بنفسه. كمان بالاضافه في عنا خلينا نقول بين هو عم يشوف نفسه وبين الواقع اللي هو عم يطبق فيه بالبيت، مثلا بيكون شايف حاله كبير بس اهله بيعاملوه انه هو صغير، او العكس عم يتصرف بتصرفات طفوليه فهن بيقولوا له انه لا انت لازم تكون ناضج اكبر من هيك. هون كمان بصير في عنا السؤال يعني هون قبول المجتمع قد ايه بيساهم بزرع ثقه بنفسه؟ أكيد. قبول المجتمع على الاقل. تمام. هلا نحن اهم شيء دائما الاهل بنقول لهم تقبلوا شخصيه الابن كما هي. غالبا الاهل شو بيعملوا انه بيحاولوا ويغيروا شخصية ابنهم إذا اختلفت عن شخصيته. تمام. يعني مثلا بتلاقي الأهل هنا منظمين، الابن فوضوي، فهن بيحس حاله مرفوض ومنبوذ لأنه أنت غيرنا تماما. أو إذا كان مثلا هن اجتماعيين هو ما له اجتماعي، كمان هون بيتعرض للنبذ وأنه بيحس حاله مرفوض، وأنه أنت ليش مو طالع مثلا مثل إخواتك. حتى المقارنات اللي بتصير كمان هون بالعكس بتزيد التنبلة، يعني بيساوي مشكلة عند المراهق. تمام. بضعف ثقته بنفسه، حتى أنه مثلا خلينا نقول دائما طموحاتهم العالية ليكون مثالي إرهاق الابن، انه دائما يكون انت لازم تكون احسن الشيء، لازم نحن افضل من هيك تقدم، ما يكتفوا بالجهد المبذول من الابن، هذا كمان بيأثر كثير على الناحيه النفسيه عنده، وكمان بيحسسه انه هو شخص غير مرحب فيه او ما عم يرضي الوالدين مهما عمل. كمان بالاضافه في عندنا خلينا نقول انه اذا الاهل ما تركوا مساحه شخصيه
للابن. غالبا بتلاقي انه بيعتبروه لساته الطفل الصغير، ما تقبلوا انه هو صار كبير، له احتياجاته، له خلينا نقول زاويته الخاصه اللي هو بيحتاج ياخذ فيها حريته الشخصيه من تكوين صداقات، حتى انه يتخذ قرارات خاصه فيه. هون الاهل لا، نحن متابعه الصارمه. هلا نحن ما بنقول انه ما يكون في متابعه، بس تكون في متابعه معتدله، لا للحد انه تخنق على المراهق، ولا انه يتم تفريط الامر واهماله بشكل كامل. لانه هلا المتابعه الزائده والتخنيق على الابن شو حيدفعوا بالنهايه؟ حيدفعوا مثلا للكذب على الاهل، حتى انه يمارس سلوكيات خاطئه، يعني سلوكيات تدفعه انه مشان هو يتجنب متابعه الاهل الزائده. وكمان انه عدم المتابعه يعني انه الطفل او الابن خلينا نقول انه هو كمان حيكتسب سلوكيات من عدم التواصل والحوار بين الاهل والابن، فهون بصير في عندنا شرخ بيناتهم. وحتى نحن بنقول كثير مهم نحن حتى نزيد ثقه المراهق من نفسه، انه نحن يكون في عندنا دائما اصغاء الاهل للابن، والحديث عن مشاكله، انه نحن وقت حتى يكون قراب منه نستمع له، نصغي له شو هو متطلباته واحتياجاته، ونحن نحكي الشيء اللي نحن رغبانينه منه، لانه هذا الشيء بيعزز الثقه والتواصل بين الاهل والابناء. اكيد. طيب رند، خلينا نحكي اليوم المراهقين بشكل عام بعمر معين بيكون في جانبين كثير بيتم التعامل مع الاهل او حتى المحيط بشكل كبير، اللي هو اما شكله او تحصيله الدراسي. تمام. تحصيله العلمي، لانه بفتره المراهقه هذا اكبر شيء هم عنده. صحيح. فقديش هون نحن قادرين نزرع الثقه بالنفس بعيدا عن هذا الموضوع، انه انت لازم تكون واثق بنفسك حتى لو فشلت بمرحله معينه. تمام. دراسيه او ما حصلت تحصيل عالي، او حتى لو كان شكلك مو هو الشكل ضمن المعيار المجتمعي اللي الناس بدها اياه. خلينا نحكي عن هالجانبين قد ايه بياثروا على تشكيل بنيه المراهق فيما بعد. تمام. هلا بالنسبه لناحيه الشكل، فاحيانا ممكن يكون في احيانا اذا يكون في شيء ممكن طبيا يتعالج، فممكن هم كثير الاهل يساعدوا الابن انه يتعالج بهالناحيه لحتى يتحسن من شكله. احيانا ممكن يكون هو ما له راضي عن شكله مقارنه برفقاته، مقارنه بالمشاهير اللي هو عم يتابعهم، فمشان هيك بضل دائما انه انا غير جميل، مو راضي عن نفسي. هلا هون احنا ممكن نساعده انه هو ينظر للنقاط الحلوه الموجوده فيه ونعزز له اياها، ويشوف هو يصير ينظر لنفسه شو بيمتلكه من ايجابيات ونقاط جيده. هلا بالنسبه للتحصيل الدراسي، نحن للاسف دائما بيرتبط دائما متابعه الاهل ونجاح تقييمه لنجاح الابن بالدراسه، رغم انه احيانا ممكن يكون في عنده مهارات وقدرات معينه يكون مبدع فيها اكثر من التحصيل الدراسي. هلا نحن فعليا هون اذا احيانا ممكن تلاقيه هو شاطر بشغله معينه، بالشطرنج، بالكمبيوتر، فنحن الاهل كثير مهم انه يعززوا له نجاحه بهالمجال. يعني احيانا كثير في بنشوف اهل انه بيكون ابنهم عم يبدع بمجالات معينه، بس هن مو رضيانين عنه لانه هو مو محصل او مو وصلان للمعيار اللي هن حاطينه لحتى يرضوا عنه. انه هون بالعكس هون بيحطموا نفسيه يعني الطفل او خلينا نقول ابنهم اكثر، لانه هن ما عم يقدروا جهوده وقدراته اللي عنده اياها. فهون نحن كثير مهم انه الاهل يشوفوا قدرات الابن، وإذا الجهد اللي عم يبذله وشو عنده مهارة معينة نحن نطور له إياها حتى يبدع فيها أكثر وتزداد ثقته بنفسه أكثر. يعني هيك ممكن نحن خلينا نقول طلعنا أنه عن دائما التحصيل الدراسي وهو المعيار اللي فيه. ممكن يكون هو في عنده صعوبات معينة من صعوبات تعلم أو أي شيء عم تعيقه عن التعلم، كمان متابعة الأهل لهذا الأمر بيساعده أنه هو يتخلص من هالمشكلة الموجودة عنده، وحتى يتفوق دراسيا ويتفوق بمختلف مجالات الحياة. اليوم إذا في حالات تنمر مثل ما نعم نشوف كتير كبيرة، قد بتشوف اليوم رند أنه هذا الموضوع ممكن يكسر ثقة الشاب بنفسه أو حتى الصبية؟ طبعا. شو واجب الأهل اليوم تجاه هذا التنمر، لأنه له نتائج كارثية مثل ما عم نشوف؟ صحيح. البعض منا عم يوصل لحد الانتحار. صحيح. هلأ أقول لك شغلة، التنمر موجود بالمدرسة، موجود بأي مكان وبكل المجتمعات. صحيح. حتى أحيانا ببعض الأسر عم يوجد التنمر، يعني أحيانا خصوصي فترة المراهقة حكينا أنه يكون فيها تغيرات جسدية، فممكن يكون مثلا شكل الأنف، يكون شكل الوجه الطول، أحيانا ممكن أحيانا الأهل هن نفسهم يطلقوا ألقاب معينة على الإبن، أنه مثلا أنه هي مثل خلينا نقول ميزة ارتبطت فيه، فهذا هم بالعكس بثقته بنفسه عن جد بتتكسر كثير بين المزح والجد، بتقلب القصة صحيح. عند المراهق أحيانا من باب المزح بيقولوا له إذا زعل ليش زعلت عم نمزح معك، ما هو بالأصل بيروح الاسم ليكبر ويصير كبير. تمام. فهو حاسس حاله مشكلة أنه هي موجودة عنده على فكرة وبيكرهها، رغم أنه ممكن يكونوا هنا عم يمزحوا معه وشي جميل اللي عم يمزحوا على هالموضوع، لكن هو أثرت بنفسيته لدرجة أنه وقت يكبر حتى هو يكون رافض مثلا شكله، ما له حابب هالشي لأنه كان بالأصل هو معرض للسخرية. فمشان هيك أنه الأهل ما أظهروا له الحب
وانه بالعكس هذا الشيء جميل، كانوا عم يضحكوا او عم خلينا نقول يتنمروا على هذا الموضوع، فهون هو بالعكس بيتاثر جدا على نفسيته. هلا نحن كثير مهم هون الاهل يكونوا دورهم داعم بانه بيساعدوا الابن على ايجاد النقاط الايجابيه عنده وتطويرها وتحسينها. يعني انت مثلا ممكن رح نقول مثلا يناقشوا انت مالك مثلا هالجمال الخارق، بس انت جميل، عندك هالنقاط الجيده، انت في عندك ذكاء، في عندك قدره على العلاقات الاجتماعيه، انت بامكانك تطور هيك. فنحن وقت بنساعده انه يشوف النقاط الجيده اللي عنده، هو حيصير ثقته بنفسه مو بس على شكلي ولا بس على مثلا على نجاحي الدراسي، لا انا في عندي نقاط ثانيه ايجابيه أنا بحسن اعتمد عليها وبحسن أوجد نفسي فيها بين جماعتي بين أقراني بين رفقاتي. هلأ كمان كتير مهم أنه نحن دائما الألقاب الحسنة تكون ممارسة بالمنزل، يعني نحن دائما الكلمات الجيدة حتى يعزز ثقته بنفسه، يعني مثلا يا حلو يا أمور، يعني أي شيء مثلا كلمات اللقب هو بحبه نادوني فيه، هذا الشيء كمان بيعزز من ثقته بنفسه وحتى هو بيخفف من حدة المشكلات إنه اللي هو عم يعاني منها نتيجة الشكل. حتى إنه شرح طبيعة المراهقة للمراهق بيساعده إنه هي نحن مرحلة معينة بيكون هذا الجسم هلأ يعني عم تختلف فيه الهرمونات، لكن نحن بعمر معين رح ترجع أنت الشكل كله يتناسب ورح تطلع جميل، وإنه لا تحكل هم، يعني إنه هذا الشيء إنه بيساعده إنه هو بيخفف من القلق يلي عنده إياه. طيب رند خلينا نحكي اليوم كمان شو الشغلات اللي ممكن ينتبهوا عليها الأهل بتصرفات المراهق فيعرفوا إنه هو عنده مشكلة بانعدام الثقة لحتى يبلشوا يتعاملوا معه. تمام، هلأ في خلينا نقول معايير بتأكد لك إذا كان هذا المراهق عنده مشكلة ولا لا. خلينا نحكي شوي بشكل سريع لأن ذهبنا الوقت. الخجل مثلا، الخجل، العزلة، دائما إنه بتلاقيه ما بيحب يختلط بالجماعات، مثلا ما عنده مثلا نشاط بالمدرسة، ما له روح المبادرة إنه هو يقوم يبادر ويتعاون مع الآخرين، فبتحسي هون إنه في عنده مشكلة معينة بالثقة بالنفس، بخاف يحكي قدام حدا، ممكن هذا يكون راجع لأنه هو بالأصل ما عنده قدرة يعبر عن رأيه بالمنزل، فهو إذا ما كان معبر عن أفكاره وآراءه وعنده طريقة للحوار فهو حيواجه صعوبة هذا الشيء خارجياً، فمشان هيك ممكن تكون هاي معايير بتدلنا أنه هون عنده مشكلة بثقة بنفسه، الأهل ممكن هون يساعدوه بأنه يدربوه انه درب انه مثلا انت تحكي يجلسوا مثلا وهو يحكي لهم، هذا الشيء بيشجعه انه اكثر انه يحكي بانطلاق، كمان انه يشجعوه فيه روح المبادره ويدعموا بكل نقطه ايجابيه موجوده عنده حتى يطورها ويحسن. اكيد وكل هذا اكيد رند بيرجع لوعي الاهل دعمهم وتقديرهم للشاب الموجود ولعائلتهم ان كان صبيه او شاب. كل الشكر لك رند، كل التوفيق لك. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. شكرا لك.